وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. نزلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بالكلام عن سلسلة رؤية الميت والأموات والموتى، وطبعا يعني أنا بركز على الموضوع ده لكثرة الأحلام في قضية الميت. وطبعا يعني زي ما هو معهود أو زي ما أنتوا واخدين بالكم إن أنا في كل فيديو في دقيقة أو دقيقتين بذكر حالة واحدة عن الميت، بذكرش كل الحالات وكل الأحوال، لا لا لا. النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية حلم الميت يبكي بدون صوت. يعني إيه أشوف ميت في المنام بيبكي وبكاؤه مش سمعه، مالوش صوت؟ رؤية الميت يبكي بدون صوت، هذه الرؤية تدل على الحاجة الشديدة للميت للدعاء في الصلوات وبإخراج الصدقات باسمه فورا. لازم ناخد بالنا من حاجة زي دي. وأحيانا طبعا ده اللي يخص الايه؟ الميت. طيب الرؤية دي ممكن تخص الرأي؟ طبعا. أحيانا تدل هذه الرؤية على شيء يعني ممكن يكون ضد بعض، يعني معنيين اتنين ضد بعض، وممكن الرؤية تدل عليهم. وطبعا ايه اللي بيأكد الكلام ده؟ سياق الحلم نفسه. ما هو انت ما شفتش ميت بس كده، لا، في احداث في الرؤية ممكن نستنبط منها الشيء ده محمود ولا سيء. ايه هما الشيئين اللي ضد بعض؟ ممكن الرؤية دي تدل على سماع اخبار سارة، البكاء بدون صوت للميت، سماع اخبار سارة ليا، وممكن تدل على سماع اخبار سيئة. وزي ما قلت لك اللي يدل على الشيء ده هيحصل سواء اذا كان سياق الحلم نفسه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اعظم. دي صلاة العصر، خلص الفيديو في اقل من 30 ثانية او دقيقة وان شاء الله ننزل نصلي. في حالة اذا كان الرأي يشاهد اثناء نومه ان الميت يبكي بدون صوت، فهذه تدل على بعض الازمات العديدة التي يعاني منها في الفترة القادمة. واخر جزئية معانا، لو شفت الميت بيبكي بدون صوت احيانا بتدل على الاحوال المعيشية اللي بيعيشها الرأي في ضيق. انتظرونا في النقاط القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.